غادي نخرج ان شاء الله ستيل اخر ان شاء الله مور رمضان، دونك غيكون ستيل مختلف على داكشي كاع داكشي اللي فات، دونك كنتمنى يعجب الناس يا ربي. نقدر نمثل ماشي مشكل، ولكن الوقت كما قلت لك الوقت خصني وقت بزاف، وهذا اللي ما كيخليش لي الاستوديو بالتلحين وبالغناء. دونك من القدام ان شاء الله الا لقيت وقيت والله تنمثل. واتساع ما كذبش عليك، انا يلاه مكافي ليا الوقت دابا مع التلحين مع الغناء، دونك جايب تعادل ماشي تفكير. انا كنفكر في اي حاجه كتقدر تجيك الفكره، ولكن باش تدخل ليها خص يكون عندك الوقت ديالها، الجهد ديالها، الموهبه ديالها. انا هو ديك العوينه كما كنقول، نقدر نصوب لراسي مازال، واي واحد من صحابي احتاج ليا فانا كاين موجود، راه الاشاره ديالي. كون كنت غنحس هذا الاحساس اللي كتقولي كنت غنحسو عنده الزين، كنت غنحسو كاينه ولا ما كايناش ديال شوقي والموجه وهذيك وهذيك. هادي غير دار اغنيه باش يحفز الشباب، اما هو باقي في المركز ديالو اللي كان فيه، هو ماشي قلب غنى كما كيقولوا الناس، ولكن باقي في المركز ديالو ودار اغنيه، دار واحد الطريقه ديال التحفيز ديال الناس اغنيه. دونك الله يسهل عليه والله الله يكمل عليه هادشي اللي كاين. Thank you.